تتباين معطيات الأحداث في سياق مسار العلاقات الدولية التي ما عاد لها ثوابت، بينما تظل العلاقات بين هذين البلدين قيما راسخة لا تتبدل مهما تباينت الرؤى أو اختلفت آلية تعاطي دول المنطقة من الأزمات. من تلك المنطلقات جرت المباحثات بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي وشقيقه السوري بشار الأسد في أعقاب الزلزال الذي تعرضت له سوريا وخلف مئات المتضررين. تترجم المباحثات التي جرت هاتفيا عمق العلاقات التاريخية بين دمشق والقاهرة التي طالما شددت على حتمية وحدة التراب السوري واستقلال وسيادة ذلك البلد الشقيق والوقوف حائط صد ضد التدخلات الخارجية فيه أو محاولة الجماعات المارقة المدعومة من أطراف خارجية فرض أجندتها والظهور بثوب ظاهره المعارضة وباطنه أهداف سرية لمنظمات معروفة التوجهات. الاتصال الذي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السوري بشار الأسد حرصت خلاله القيادة المصرية على تجديد الدعم لسوريا خصوصا في أزمتها الحالية اتساقا مع وحدة البلدين والشعبين الشقيقين. وفق رئاسة الجمهورية المصرية ارتكز الاتصال الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس بشار الأسد على تقديم التعازي بشأن تداعيات الزلزال الذي تعرضت له سوريا يوم أمس الاثنين. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين الذين تضرروا من الزلزال الذي شهدته البلاد. جدد الرئيس المصري أيضا التأكيد على تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في المصاب الأليم، وهو ما يعطي رسائل واضحة الدلالة لدول العالم كافة على موقف مصر من الأشقاء وتحديدا سوريا التي لن ترضى لها القاهرة عن الاستقلال بديلا. يأتي الاتصال أيضا اتساقا مع التوجهات الرئاسية الرسمية في مصر بضرورة تقديم أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا. بدوره أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبديا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. هذا وقد تعرضت مناطق سورية إلى زلزال خلف تداعيات وأضرار صعبة على المباني والأسر السورية التي فقدت 1600 من أبنائها فضلاً عن إصابة أكثر من 3700 مصاب في أنحاء البلاد. وبدأت المساعدات الدولية تتدفق على سوريا في إطار الجهود المبذولة لاحتواء تداعيات الأزمة ونداءات محلية بأهمية مواصلة ضخ تلك المساعدات حتى ضمان تصفير تلك التداعيات.